السلام عليكم. دائما مع المانيول ديال اليونيفير بلس ليكزيرسيس. اذا غنمشيو باردون لا باج 10 ديال الثالثه اني كوليج. اذا غتبداو معايا لا باج 10 عندنا لي زوبيراسيون سور لي بويسونس. في لا بروميير بارتي كنا هضرنا على لي بويسونس, شنو هي لا بويسونس, كيفاش كنحسبوا لي بويسونس. دابا غنديروا لي بروبريتي اللي كيعاونونا باش نديروا لا سامبليفيكاسيون ولا الكالكول ديال لي زيكسبرسيون اللي فيهم لا بويسونس. اذا نبداو بلا بروبريتي 1 واللي هي لا بارتي كتخلي لا بويسونس ديال كتكون عندنا لا ميم باز. اذا سواء كان عندنا اذا ا على بويسونس ان فوا ا على بويسونس ام, ou là soit qu'on a a sur a la puissance n sur a à la puissance m, ou là il a a à la puissance n le tout à la puissance m. Et on a la même base, on a le produit, et on garde la base commune, et du coup on peut faire double base. La différence c'est qu'il y a le produit qu'on dit n plus m. هنا كنديرو n موان m وهنا كنديرو n فوا m. اذن نرجع لكم, حاولوا تركزوا مع لي بروبريتي باش ما نخلطوش هذه مع هذه. يعني الا خدينا دي زيكزامبل تما عندنا 3 على بويسونس 3 على بويسونس 2 فوا 3 على بويسونس 3. اذن هنا هاد لا بروبريتي هي هذه, اون غارد la base commune et on ajoute les exposants 2 plus 3 égale à 3 à la puissance 5. Il a dit le deuxième exemple, 3 à la puissance 5 sur 3 à la puissance 2. Là, pardon, 3 n'est pas le moins vrai, mais il faut que je dise la propriété. Il y a le quotient dans la même base, qu'on dit 5 moins 3, mais c'est 3 moins 5. Il y a 3 à la puissance 2. Le troisième exemple, 3 à la puissance moins 2, le tout à la puissance 3, égale à 3, et bien, il y a dit qu'on a la multiplication, moins 2 fois 3, égale à 3 à la puissance moins 6. Et bien, il y a un courant écrit sur forme d'une puissance. Il y a un peu de temps à dire ça, il y a un peu de temps à dire ça, fait la vidéo. كيفاش كنحسبوا الى ان كان ان نومبر نيجاتيف. غنمشي لا باج 11. اذا ملي كيكون عندنا ما كتكونش عندنا لا ميم باز, اذا هادو كيبقاو كيوليو مختلفين. اذا سواء عندنا دو بروبريتي هما اللي كاينين تما, كاينه ا على بويسونس ان فوا بي على بويسونس ان, ولكن كيكون عاوتاني ليكسبوزون هو هو. اذا اللي كنديرو ليكسبوزون عاوتاني اللي بحال بحال كنحتافظو به, و ا فوا بي كنديرو ا فوا بي ولا ا بي راه بحال بحال, ولا ا على بويسونس ان سور بي على بويسونس ان كنحطوهم بحال هادوك, حتى شوهم هنا حتى هادوك كندير ا سور بي لو تو على بويسونس ان. اذا كنحتافظو بديك لا باز, ولا هاديك اللي عندنا تما ا على بويسونس, اذا العكس هادي العكس ديال هادي هي اللي مكتوبه تما. اذا نقدر نمشي هاك, نقدر نمشي هاك, سا ديبون ديال ليزيكسبرسيون. باغ اكزومبل عندنا تما 15 على بويسونس 2, اذا 15 على بويسونس 2 باردون 15 على بويسونس 2, نقدر نقدروك هاد 15 هادي نديرو لها ديكومبوزيسيون هي 3 فوا 5. اذا غير فرقت 15, اذا جاتني صعيبة باش نحسبها كنفرقها, كتعطيني 3 على بويسونس 2, كنطبق هاد لا بروبريتي, كل واحد كندير ليه لا بويسونس 2, دونك كتعطيني 9 فوا 25. الى بغينا نحسبو هي 225. اذا هادي هي لا ميثود. كاينه 2 سور 5 على بويسونس موان 2 سور 5 على بويسونس 3, حتى هي راه محسوبه تما. دابا غنمشي ليكريتور سيانتيفيك, مهمه جدا سورتو كتحتاجوها في الفيزيك وحتى في المات. اذا لي بويسونس دو 10 هنا ليكريتور سيانتيفيك. اذا ملي كنقولو ليكريتور سيانتيفيك يعني اي نومبر خصنا نكتبوه سو لا فورم دو ا فوا 10 على بويسونس ان. هاد ان ممكن يكون بوزيتيف ولا نيجاتيف, سي ان انتي رولاتيف, ولكن ما تكونش فيه لا فيرغول. ا ممكن تكون فيه لا فيرغول, ولكن هاد ا هذا خاص يكون انفيريور ا 10 ويكون سوبيريور ا 1.
او ايغال اذا باردون هنا ما خصوش كاع يوصل 10 ولكن ممكن يكون كيساوي 1 او ايغال ا1 مثلا هنايا ا فوا 10 على بويسونس ان الا خدينا دوك لي دوز اكزومبل باش نفهمو مزيان بغينا ليكريتور سيونتيفيك دو موان 305.7 هادي دابا هاد العدد ما خصوش يوصل 10 موا ما نهضروش على موا موا راه كاينه كنشوفو حنا غير 305 ما خصوش هو فايت 10 اذا نورمالمون كيفاش كنخدمو لا فيغيل فين خصها تكون باش يكون صغر من 10 يعني نحطوها هنا خصنا نحطوها هنا ولكن اش كنديرو شوفوا شنو غادي ندير موان 3.057 ولكن راه ماشي غير نحط لا فيغيل نهزها كيما بغيت نحطها فيما بغيت خاصني نزيد شي حوايج اخرين لان هادي اللي غتكون هنا خص تكون كتساوي هادي اذا فوا 10 على بويسونس شحال كانت لا فيغيل هنا وجبتها لهنا اذا شحال من شيفخ دازت عليه لا فيغيل دو شيفخ اذا كنديرو هنا دو غير دابا واش موان 2 ولا بلوس 2 هنا خصنا نبقاو عاقلين الا حولنا لا فيغيل دو لا غوش دو لا دروات فيغ لا غوش كنديرو بلوس الا درنا لا فيغيل دو لا دروات دو لا غوش فيغ لا دروات كنديرو موان هنا لا فيغيل كانت على اليمين وجات لليسار دونك درت على بويسونس 2 الا خدينا اوتر اكزامبل اللي كاين تما بحال 0, شوفو دابا شنو هو لا ديفيرونس بين لو بخومي اكزومبل و دوزيام 0.092 ليكريتور سيونتيفيك ديالو عاوتاني هذا ماشي كبر من 10 ولكن انفيريور ا 1 يعني صغر من 1 باش يولي كبر من 1 وصغر من 10 خاص هاد لا فيغيل تكون هنا اذا خصني ندير 9.2 × 10 à la puissance شحال من شيفر خدست عليه لا فيغول باش تمشي لهنا اذا كنكتبها هنا حيت ما يمكنش ندير 2 فيغول هنا 1 2 3 اذا كندير 3 دابا لا فيغول اذا هنا حولناها من اللي من لي صاب دو لا دروات فيغ لا غوش درنا بلس 2 دابا حولنا دو لا غوش فيغ لا دروات اذا حولناها دابا غنديرو على بويسونس موان 3 اذا كنديرو هنا موان دونك هذه هي ليكريتير سيونتيفيك هكا كتعاملوا معها في اي نومبر عطاو ليكم غنمشي لا ديرنيغ بارتي في هاد لا لوسون 1 ديال 3 اني كولاج اللي هما لي زيدونتيتي روماركابل وما ادراك ما لي زيدونتيتي روماركابل عندنا 3 ايدونتيتي 3 ايدونتيتي خصنا نكونوا عارفينهم كنحتاجوهم في لو ديفلوبمون في لا فاكتوريزاسيون وحتى في لو كالكول مونطال وهادشي اللي غنشوفو مع لي زيكزومبل اذا الا شفنا لا بروبريتي 1 في لا باج 11 عندنا لا بروميير ايدونتيتي روماركابل ا بلس بي لو تو او كاري اذا تجنبوا دوك لي زيغور ديال ا او كاري بلس بي او كاري صافي وتحيد راه هي ا او كاري بلس 2 فوا ا بي بلس بي او كاري قلت لكم كنحتاجوهم في لو ديفلوبمون الى مشينا ليكزومبل 1 عندنا 3x بلس 5 او كاري لو تو او كاري هنا كاين لي ليف اللي كيكون حافظ ليدونتيتي ملي كيشوف ليكسبرسيون كتجي في شكل هنا كاين بلس ها ا ها بي اذا ا او كاري شوفوا تما ما دايرينش هكا علاش حيت راه كاينه 3x خص حتى 3 تكون او كاري هذا هو ا بلس 2 fois 3x fois 5 2 fois a fois b plus b au carré égale 3 au carré il y a 9 mais c'est 6 x au carré plus 2 fois 3 6 fois 5 il y a 30x plus 5 au carré il y a 25 هنا كنحبس ليكسبريسيون ولا شفت ليكسبريسيون تما وصل هنا حبس علاش حيت هادي اكس او كاري الى بغينا نجمعهم خص تكون عندهم لا ميم ناتيو اكس او كاري خص تكون اكس او كاري اكس مع اكس لو نومبر هاد بوحدو مستقل اذا هنا غتبقى هكا غنمشي لا فاكتوريزاسيون اذا لا فاكتوريزاسيون اللي كنحتاجو فيه لي زيدونتيتي روماركابل داك ليكزومبل اللي عندنا اكس او كاري بلس 6 اكس بلس 9 شنو هو لا فاكتوريزاسيون هو العكس ديال لو ديفلوبمون بحال عطاونا هادي خصنا نخرجو هادي يمشي غنحتاجو هذا حيت نورمالمون حنا في لا فاكتوريزاسيون قلنا في الاول ديال الدرس كنقلبو على لو فاكتور كومون ولكن هنايا ما عندناش لو فاكتور كومون
حيت ما كاينش واحد الحاجه اللي كاينه هنا وكاينه هنا وكاينه هنا مشتركه. اذا هنا هذه راه ايدونتيتي ومركب نردها بحال هكا. اذا اكس او كاري بلس غنفرق هاد 6 ندير فيها 2 فوا 3 فوا اكس بلس 3 او كاري. راه مازال ما درتش حتى حاجه دابا غير فرقت ماشي درت لا فاكتوريزاسيون غير باش تشبه ليا لهادي. كتقول لي عندي ا او كاري بلس 2 فوا ا فوا بي بلس بي او كاري. شكون هو ا؟ اكس. وشكون هو بي؟ 3 لو تو او كاري. هذا هو لا فاكتوريزاسيون ديال هاد ليكسبريسيون. الا مشينا قلت لكم كنحتاجو حتى في لو كالكول مونطال المونطال مو الا بغيت نحسب 101 او كاري الا جاتنا صعيبه اش كنديرو؟ 101 كنديرو فيها 101 هي 100 زائد 1 وكنطبقوا لي دونتيتي ريماركابل. كنديرو 100 او كاري حيت 100 ساهل نحسبها بلس 2 فوا ا فوا بي هي 200 بلس بي او كاري هي 1. ملي كنجي نحسب 100 او كاري يعني 100 جوج مرات كندير 4 0 بلس 200 بلس 1 اش كتعطيني؟ كتعطيني 10201 دونك 10201. غنمشي لا دوزيام ايدونتيتي. لا دوزيام ايدونتيتي فين كاين لا ديفيرونس؟ اذا الا شفتو باش ما تخلطوش لي ايدونتيتي كاين غير هنا كاين اللي يكون فيها موان. علاش درت هادو وغنسطر عليه؟ حيت هذا كاين اللي كيدير ليه هنا موان هنا ديما كيبقى بلوس. اذا لا ديفيرونس كاين غير هنا في موان. اذا الا مشينا لا باج 12 وناخذوا ليكزامبل اللي كاين تما 7 اكس 7 اكس موان 3 لو تو او كاري. ا هو 7 اكس اذا خصني ندير 7 اكس دونك 7 اكس هي اللي كاينه او كاري موان 2 فوا ا حيت ملي كنقولو 2 ا بي هي 2 فوا ا فوا بي فوا 7 اكس فوا 3 بلس بي او كاري ايتيغال 7 اكس او كاري. اذا كنديرو 7 او كاري هي 49 ماشي 14 اكس او كاري موان 2 فوا 7 14 فوا 3 حيت هنا لا ملتيبليكاسيون خصنا نحسبها هي 42 اكس بلس 3 او كاري هي 9. وهنا عاوتاني كنحبسو ليكسبريسيون. الى مشينا لا فاكتوريزاسيون اذا عندنا 4 اكس او كاري هادي شويه صعيبه على ديك الاولى اللي درنا موان 4 اكس بلس 1. شوفوا معايا خصنا نردوها بهذا الشكل هذا يكون عندي واحد لونغ او كاري موان 2 فوا ا فوا بي بلس بي او كاري. هذا كاين اللي كيقول لك راه عندي اصلا او كاري راه عندي غير اكس خاص كله يكون او كاري. اذا شنو غادي ندير؟ غندير 2 اكس لو تو او كاري باش نسمي هذا ا. الا كان كامل اسيدنا موان هاد 4 باش نخرج من هادو خصني نفرق غندير 2 فوا 2 اكس بلس الا بغيت ندير كاع فوا 1 باش يبان ليا ان هي ان او كاري حيت قلنا ان ما كيتبدلش بلا بويسونس ديكسبوزون ان او كاري هي ان ايتيغال دابا ها ا او كاري موان 2 فوا ا بي بلس بي او كاري. اذا شكون هو؟ هو 2 اكس موان بي لو تو او كاري. حتى هي كنحتاجوها في لو كالكول مونطال. الى عندنا مثلا تما 90 او كاري بغينا نحسبوها كتجينا صعيبه ولكن الى درنا فيها حيت 99 هي 100 ناقص 1 او كاري ونطبقوا عليها ليدونتيتي اشنو غتعطينا؟ غتعطينا 100 او كاري اللي حسبتها في هذيك غتعطينا 10000 موان 200 بلس 1 ايغال. اذا غتعطينا 10000 موان 200 بلس 1000 بلس 1 10000 موان 200 هي 9800 بلس 1 غتعطينا 9801. اذا هي اللي عندكم تما هادشي ديال الكالكول مونطال كنتعلمو ليه مع المدة مع الوقت. غنمشي لا ديغنييغ ايدونتيتي روماركابل اللي هي اذا مختلفة على هاد لي دو. اذا هي وحدة فيها موان مفيهاش او كاري كاينة ا موان بي وحدة فيها ا بلس بي حتى هي عندها نفس الادوار. اذا كتعطينا ا او كاري لو ديفلوبمون موان بي او كاري باغ اكزومبل. هنا تما 2 اكس 2 اكس موان 3 فاكتور 2 اكس بلس 3 اش كتعطينا؟ اذا 2 اكس
au carré moins 3 au carré. 2x au carré, il y a 4x au carré. A au carré moins b au carré. Moins 9. C'est le développement. Quand on a besoin de la factorisation, on a une expression à la chèque. Quand on a deux à la maintenant, on a 16x au carré moins 25. Quel qui vous le cramez en 10 x au carré? Non, pas non, 16 et 4 x le tout au carré moins 25 et 5 au carré. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pas la tchèque, quand on a 4 x moins 5 facteur 4 x plus 5. هذا هو لا فاكتوريزاسيون. كنحتاج حتى في لو كالكول مونطال عاوتاني بحال تما عطيني 101 فوا 99 ايتيغال. دابا الى بغيت نحسبها لي كاين اللي غيبقى يشوف فيها اشنو غادي ندير. غندير 100 بلس 1 100 بلس 1 نردها بحال هكا و 99 هي 100 موانز 1 راهي بدل دابا 101 هي 100 زائد 1 و 99 هي 100 ناقص 1. غندير ايتيغال ا او كاري هي 100 او كاري هي كندوبلي 0 موان 1 او كاري هي 1 دونك كتعطيني كتعطيني 9999. دونك كيولي ساهل عليا الحساب. دونك هنا كنساليو لا لوسون ديال لي زيدونتيتي روماركابل وان شاء الله نتلاقاو في لا دوزيام لوسون. وراه كاينين دي زيكزارسيس كوريجي دان كاين الكتاب ديال التمارين واحد الحلول غادي ينفعكم بزاف في الامتحان المحلي ولا حتى في الامتحان الجهوي. نتمنى لكم التوفيق ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.